موجز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين السيد محسن محمود علي عبد النبي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية. وكان اللواء محسن عبد النبي قد تولى جميع الوظائف القيادية في سلاح المشاة بالقوات المسلحة حتى تم تعيينه نائبا لمدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اعتبارا من يناير 2012، ثم أصبح مديرا لإدارة الشؤون المعنوية اعتبارا من يناير 2014، وبتاريخ 2 يوليو 2018 تم تعيينه مديرا لمكتب رئيس الجمهورية. غادر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يجري القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين بفرنسا لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع سفير بنغلاديش لدى القاهرة السفير محمد علي سوركار اتفاقا للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين. وأوضحت نصر أن الاتفاق سيساهم في تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، أهمها تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبراء والمتدربين وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص. ومن جانبه أكد سوركار رغبة بلاده في زيادة التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن بنغلاديش لديها استثمارات حاليا في منطقة قناة السويس. دكت مقاتلات التحالف العربي مقرا لقادة ميليشيات الحوثي جنوب غربي الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وقالت مصادر ميدانية إن الغارات المركزة استهدفت مقرا لقيادات الميليشيات في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة. ووفقا للمصادر عينها، فقد استهدفت القوات المشتركة ومدفعية التحالف العربي مواقع وتجمعات الحوثيين في المناطق الواقعة بالقرب من الطريق الساحلي وفي منطقة الزرانيق بمديرية بين الفقيه بمحافظة الحديدة. أعلنت الحكومة الأسترالية وقف المساعدات المباشرة التي تقدمها للسلطة الفلسطينية حتى لا تصل إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين. ونقلت مواقع عبرية عن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أسترالية ستحول إلى صندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة، والذي يقدم خدمات تتعلق بالصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى للمحتاجين. أمرت السلطات التركية باعتقال 68 مشتبها به، منهم ضباط جيش برتبة كولونيل، في عملية تستهدف من تزعم أنهم أنصار لرجل دين مقيم في الولايات المتحدة، وهو فتح الله جولن. وأوضحت وسائل أن 19 ضابطا في الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم في عملية ركزت على القوات البرية للجيش في 19 إقليما من بينها العاصمة أنقرة. أوضحت وكالة الأناضول أن 22 ضابطا برتبة كولونيل و27 ضابطا برتبة ليفتنانت كولونيل من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم. أعرب وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور روسيا حاليا عن أمله في أن يحقق الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب نتائج إيجابية. وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد شليبي الذي يترأس وفد الكونغرس إنه من المهم بالنسبة لواشنطن إقامة علاقات جيدة مع روسيا وأن ينتهي اجتماع ترامب وبوتين بنتائج إيجابية للبلدين. ومن جهته أكد الكريملين أن قضية القرم لن تكون على جدول أعمال القمة مقررة منتصف الشهر الجاري في هلسنكي، وشدد الكريملين على أن القرم جزء لا يتجزأ من روسيا. أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم في عضويتها مجموعة من قيادات الوزارة وبمشاركة الجهات الرقابية، وذلك لإجراء مراجعة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة الماضية. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها اليوم، وذلك في إطار المراجعة الدورية. انتهى الموجز، في أمان الله.